شغل البرش الجديد يا بعدين على استديو أميرة الخيام وانحر الحزن الذي بقصر السلام بالقصيم وفي زواج الأسعدي لا تؤخر دق طاب لون تمام لطلب العمل كاملا شغل البرش الجديد يا بعدي وانحر الحفل الذي بقصر السلام بالقصيم وفي زواج الأسعدي لا تؤخر دق طاب لون تمام يا من انخلق في عمرتي قم هل الفزعات والناس الحشا السلام عزهم يم الجدي بل مكارم هم رفيعين المقام الدخيل الله سند لي وولدي عزوتي في مدحهم زن الكلام هم المعروف والكف الندي ورفين الطيب من خل وعمل ترحيب جبت جدي في زواجك يا فهد يا ابن الكرام والله انك بالقدر مثل ولدي قدر ابوك اللي فرض كل احترام ارحبوا يا ضيوفنا فينا معتدي كثر من حج على البيت الحرام كثر من حج على البيت الحرام بالقريب وبالصحيب الاجودي بالشيوخ اللي لهم قدر ومقام يا هلا يا مرحبا وهذه يدي بهن صافح من حضر لك بالسلام يا هلا ويا مرحبا وهذه يدي بهن صافح من حضر لك بالسلام بهن صافح من حضر لك بالسلام بهن صافح من حضر لك بالسلام